مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر مباشره من بوسنيقه. كيف كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام في هذه اللحظات الفلين كاملين يعني حاطين هنا، ما قدروش يخرجوا، ما قدروش انهم يخرجوا يسيدوا نظرا لشده خطوره البحر. مشاهدينا الكرام انا كنشوفوا الخرايج بالخصوص الناس الصياده، الناس اللي كيصيدوا، فكنتمناو انكم تاخذوا الحيطه والحذر. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام فمباشره من بوسنيقه ان الفليك كاملين تحت ما قدر يخرج. شوفوا معنا العدد الكبير ديال الفليك مشاهدينا الكرام، حتى واحد ما قدر انه يخرج يصيد في هذه المنزله هذه في هذا البحر اللي هو هايج بزاف. كما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام كاينه رياح قويه، بحر هائج، كثير هيجان. كنشوفوا ان يعني جميع الفليك اللي كاينين هنا كلشي حاد، حتى واحد ما قدر انه يخرج يصيد. كما كتشوفوا عدد كبير ديال الفليك مشاهدينا الكرام اللي حاطين، شوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني حتى واحد ما قدر انه يصيد. كنظرا كما قلنا الخطوره العيون ديال الامواج على البحر هائج بزاف، واحد الدرجه ما كيدخلوا بالفليك ديالهم كيصيدوا كيترزقوا الله. كما كنقولوا هناك ثروه سمكيه كبيره في بوسنيقه، ولكن كنشوفوا هنا يعني البحر هايج يعني كما كتشوفوا مباشره من بوسنيقه مشاهدينا الكرام. يعني اجواء يعني واحد البرد، واحد الرياح اللي هي قويه كاينه هنا في بوسنيقه مشاهدينا المتابعين. هادشي اللي خلى ان الفليك كاملين ما يخرجوش يصيدوا، الفليك ما يقدروش يغامروا بريوسهم، ما يغامروش بالارواح ديالهم من اجل انهم يصيدوا. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا يعني اجواء مباشره من بوسنيقه، اجواء يعني واحد اجواء بارده، واحد الرياح قويه، يعني الامواج عاليه. كما كتشوفوا يعني بحر هايج، يعني كما نقولوا الله يلطف فينا، الله يرحمنا، الله يلطف فينا والله يرحمنا. مشاهدينا الكرام وكنتمنوا منكم انكم تخلوا لنا التعليق والقوينا، واش تنتموا في المدن ديالكم يعني الناس يعني عندكم بحر هايج حتى لهذ الدرجه هذه، واش تنتموا عندكم هذه الرياح قويه باش معايا انكم رياح قويه. هادشي اللي خلى ان الفليك ما يخرجوش، خلى الفليك ما يغامروش بالارواح ديالهم، خلى ان الناس، فكما كنعرفوا ان هاد الفليك هادو بزاف ديال الناس يعني بحريه الله يسهل عليهم، يعني بزاف ديال الناس كيقوموا يعني بالصيد بالبسيطه، يعني الفليك كاين اللي كيصيد الحوت، السرديل، يعني الصول، بزاف ديال الانواع. وكاين يعني هاد الملاحظات ما قدروش انهم يخرجوا، ما قدروش انهم يغامروا بالارواح ديالهم نظرا لخطوره البحر، نظرا للبحر هايج كثير هيجان. الله يرحمنا الله يرحمنا مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا معنا رياح قويه، امواج عاليه، بحر هائج كثير هيجان. كنتمناو انكم تحضروا رؤوسكم، كنتمناو انكم تحضروا رؤوسكم. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام رسالة، كنتمناو منكم انكم تاخذوا الحيطة والحذر، وكنتمناو انكم تردوا لبريوسكم وتحضروا راسكم، حيت كما ولينا كنشوفوا مؤخرا مشاهدينا الكرام حوادث كبيرة في البحر، ولينا كنشوفوا غرق الشباب. فغير يوم امس مدينة المقبلية شاب يعني من العمر ديالو 14 سنة غرق، يعني مشى غير كيعوم مع صحابه. كما كنعرفوا ان احنا في هذه الفترة هذه شهر 10 ما كيكونوش سباحين مقبلين، يعني البحر ما كيكونش محروس، كنقولوا ان كل واحد تيكون مسؤول على راسه، كل واحد مسؤول على ذاته. الاخوان شوفوا معانا، راه هما راه الناس واقعين دابا كيعوموا الاخوان، راه بنادم ما كيخافش، راه بنادم كيغامر بروحو، راه بنادم كيغامر بحياته والخوت. غنحضيو الوسطى الروح عزيزه عبد الله، توا
واش هما فليك على قدهم ما قدوش يدخلوا ويغامروا، وانت يا دابا بالشرطه بحال حوايجك وداخل كتعوم هنا واش ما خفتيش؟ شوفوا معنا الخطوره الاخوان، شوفوا معنا الهيجان ديال البحر كيفاش، بالله عليكم واش هاد البحر هذا ديال العمال، بالله عليكم واش الواحد يقدر يعوم هاد البحر، بالله عليكم واش بدا واحد يجي يعوم هنايا، وكنشوفوا راهم الشباب الله يهديهم كيعوموا، حشومه وعيبها، حضور يوصنا ردوا البر يوصنا، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام بحر هايج طويل هايج يعني واحد واحد الريح قوي كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام الله يرحمنا الله يرحمنا الله يطمنا مشاهدينا الكرام الله يرحمنا كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام كتشوفوا في المناطق ديالكم عندكم يعني او عندكم يعني البحر هايج ديالكم اجواء عاليه هاو يعني واحد بحيد حوايجو غيتلاح دابا انا ما فهمتش انا والله شوفوا معنا يعني بحيد حوايجو غيبيعو الله يهدي الشباب الله يهدي الناس هادو كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام فمباشرة من مدينة المحمدية عفوا مباشرة من بوزنيقة يعني بالضبط هنا في هذا الشاطئ هذا يعني كيجيو الناس بزاف هذا الشاطئ معروف عند جميع المغرب كامل ما يمكنش أنه يجي لبوزنيقة وما كيجيش لهذا الشاطئ المغرب كامل ما يمكنش أنه يجي لبوزنيقة وما يجيش يعوم في البحر ويستمتع بالجمال ديالو حتى كنشوفوا اليوم أن البحر حيش بزاف أن البحر دافع لواحد الدرجة اللي ما كنشوفوش الله يرحمنا الله يلطف فينا مشاهدينا الكرام الله يلطف فينا كما كنشوفوا أمواج عالية يعني البحر البحر الله يلطف فينا الله يرحمنا كنشوفوا معنا مشاهدينا يعني كنشوفوا أن الفليك كاملين مشاهدينا شوفوا العدد الكبير ديال الفليك حتى واحد ولو فلوكة قدرت انها تخرج وتغامر يعني كما كيقولوا ان في هذه المنطقه هذه الناس يخرجوا كيترزقوا الله كيصيدوا يعني كيجيب الحوت كيبيعوا فاحنا شي اخوان شوف ولا فلوكه زعما شوف ولا فلوكه وحده قدرت انها تدخل نظرا للخطوره ديال هذا البحر والغريب في الامر اننا كنشوفوا بنادم كيعوم والغريب في الامر اننا كنشوفوا الدراري الله يهديهم شباب كيعوموا وخدنا ولا ما عرفتش يستخرج يقول لهم يقول بيجي با يقول لي وانا ولدي ما كانش غادي للبحر كتشوفوا لا بالشورت وكان خيطة في الغيب احضروا ولادكم وردوا البال لولادنا وما نغامروش بارواح ولادنا حشومه موعيبها اذا كانوا الشباب ما واعينش غنوعي ولادنا اذا كانوا الشباب ما عارفينش غنعرفوا ولادنا بالله عليكم واش هاد البحر تزوالي ديال العمال بالله عليكم واش هاد الجو هذا يعوم فيه الواحد بالله عليكم واش اننا كنشوفوا دري دابا يعني راه بعض الشباب الله يهديهم واقفين كيعوموا هنا في الجو هذا ردوا ريوسنا ردوا الدار ريوسنا ما نبقاوش نغامروا بالارواح ديالنا ولينا كنشوفوا الشباب كيغامروا بارواحهم ولينا كنشوفوا الدار الشباب كيعوموا كيغامروا بروحهم ولينا كنشوفوا الدار الاقربين الشعب الاقربين الغرقى اللي كيموتوا كيغرقوا هما شباب كما كنشوفوا ان البحر غاوي غير الكلاب الضاله وشي ناس الله يهديهم جايين قال لك غادي يعوموا هنا الله يحفظهم الله يشوف الحال ما عرفتش واش عندهم الوعي ديالهم واش عندهم صعيب الحال هذا كيشوفوا كما كنشوفوا كما كنشوفوا هي حقيقيه يعني حنا الى نسيت الحوايج ديال جري البر هذا ما يمكن واحد عيا بالشورت ومع انه باغي يعوم فراه الله يهديهم الله يلطف الله يهديك الشباب نطاق وتخلونا في التعليقات زوينه واش حتى نتوما في المدن ديالكم عندكم بحر هايج بهاد الدرجه هادي او انكم في مدينه مغلقه هايج بهاد الدرجه كما كتشوفوا ان الرياح قويه كاين مباشره من مغلقه اجواء يعني رائعه اجواء جميله ولكن جميله بالنسبه للناس اللي غيشوفوا هذا المنظر هذا ماشي الناس اللي غيجيو يعوموا ماشي الناس اللي غيخاطروا بالارواح ديالهم ماشي الناس اللي غيغامروا بروحهم راه تقدر تغرق وحدي راسك يا الشريف جيتي هنايا جيت من دروسي بحالك لاش غادي تعوم في هذا الجو هذا وسط وقت العمال شوفوا معايا الاخوان وسط الموج هذا وسط
الشباب الله يهديهم يعني ولاو ما عندهم ما يدار. سلام سلام انا غادي نعوم فين غادي؟ غادي للبحر فين جاي؟ جاي للبحر. غادي ما نبقى فين جاي؟ جاي للبحر. البحر نعمة ديال الله البحر فامور البحر اي واحد يجي يسلم ولكن بهاد الاجواء خاف على راسي شوف هاد الاجواء خاف على روحي كيعوموا وسوقينش ما فهمتش انا والله ما فهمتش. شوفوا معنا الاخوان شوفوا يعني داخل كيعوم في هذا الجو هذا داخل كيعوم في ظل هذا المواج هذو ما عرفش واش ما خافش ما عرفش واش عنده والدين خايفين عليه. شوفوا معنا الاخوان الخطوره ديال المواج شوفوا معنا البحر كيعيش ربيك اليوم رياس اللي حريفيه في البحر ما كانسين واحد يعني تماك ما عرفش واش داصر واش جا الصاد وما فهمتش انا والله ما فهمتش. اتقوا الله في انفسكم راه حشومه وراه حشومه وعيب وعار انك تعوم في هذا الجو هذا وراك حشومه تغامر بالروح ديالك. شوفوا معنا الاخوان الجو كيداير شوفوا راكم غير الصوت ديال الريح كتسمعوا عليه راه واحد البرد ما تخيلش واحد الجو كاين هنا راه بارد جدا وكنشوفوا بعض الشباب الله يهديهم داخلين كيعوموا ما مسوقينش يعني ما كاينينش في العالم هذا. حضروا يوصلوا الاخوان ما نغامروش مع الروح ديالنا الاخوان يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام اجواء جميله غير هي خطيره مباشره من وسطنا كنتمناو باش الناس انهم يتاخذوا الحيطه والحذر كنتمناو باش الناس انهم يجيو لهاد البلاصه هادي انهم يردوا البال وحدو ريوسهم راه كما كنقولوا ان الفليك مشاهدينا الكرام ولا فلوكه خارجه ولا فلوكه خارجه تصيد والو كما كنشوفوا ان الدنيا خاويه يعني الرياس حطوا الفليك ديالهم ومشاو للبلد ديالهم نظرا كما كنقولوا كاينه المنزله يعني الجو خطير يعني الله يرحمنا الله يطب فينا كما كتشوفوا معنا امواج عاليه مشاهدينا الكرام يعني بحر هائج كثير هيجان مباشره في المنطقه كنتمناو من جميع الناس انهم يحضروا كنتمناو من جميع الناس يعني شو الله يهدي الشباب شو هذا واخا باقي ما حمدوش الله وباقي كيعوموا والله ما عرفتش الناس مالهم انا والله ما فهمتش والله ما فهمتش الناس انا كنشوف فيهم يعني داخل كيعوم في هاد المواج هذا واحد هاد الخطوره هادي بنادم كيغامر بروحو باش يعوم هنا هو كيشعوم سير الحمام ولا كنتي باغي تدوز سير دوز في دارك واش يجي للبحر بهاد الحاله هادي جي جي كتعوم في هاد الجو هذا كتغامر بروحك واش بنادم من نيتو اجواء رائعه كنتمناو من جميع الناس انهم يتاخذوا الحيطه والحذر كنتمناو من جميع الناس انهم يردوا البال ويحضروا الوصول كنشوفوا انكم ما تغامروش بروحكم انكم تحضروا لوسكم حتى هذه الاجواء هذه يعني واحد الجو كما كنشوفوا يعني الله يرحمنا الله يرحمنا يعني حشر فيهم مشاهدينا الكرام شوفوا معنا شوفوا معنا العدد الكبير ديال الفليك كيف لا يعني راه عدد كبير الله يرحمنا الله يرحم فينا يعني عدد كبير ديال الفليك يعني حتى واحد ما قدر منا يغامر ويخرج يصيد. شوفوا معنا يعني كتشوفوا معنا العدد كبير ديال الفليك ولا فلوكه قدرت انها تغامر وتخرج يعني تصيد. شوفوا معنا الله يطب فينا الله يرحمنا ويشوفوا يعني حتى فلوكه ما قدرتش الاخوان انها تغامر وتخرج الله يلطف فينا الله يرحمنا. الى هنا مشاهدي قناه الشباب قناه شوف تيفي نكشف هذا القدر على عملاقكم في بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.